أو أزيد، يرفع إمام معصوم طفل على صدره ويقدم إلى الميدان. إذا كنت قد جئت بجناية فما جناية هذا الطفل الصغير؟ انقسم القوم فريقين، قال بعضهم اسقوه، وقال بعضهم لا تبقوا على أهل هذا البيت من باقية. ولما رفع ذاك الطفل الصغير أخذ يحرك الإمام مكانه، وتارة يوقف وسط الجيش ويخطب في الناس، وتارة يجي الميمنة ويخطب في الناس، وتارة يجي الميسرة ويخطب في الناس، حتى أخذت البلبلة في ذلك الجيش. وذاك الصغير قد كظه الظما والعطش بأبي ونفسي، إلى أن قال عمر بن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القام. قال: ماذا أصنع؟ أسقيه شيئا من الماء؟ قال: لا. يقول الإمام: فهبت ريح، لا شك أنها ريح القدر، فكشفت عن نحر ذلك الطيف، فبان كأنه إبريق فضة أبيض، يعني يتلألأ. قال: أما تنظر إلى نحر الطفل يلوح كأنه إبريق فضة، سدد نحوه سهما واذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوا مصيبتا. عند ذلك جعل السهم في كبد القاس، يقول: فما لان قلبي. ثم سددته نحو ذلك الرضيع فذبحته ولم ينكسر قلبي، دون أن قطع القماط وأهوى بيديه شابكا على رقبة أبي. أيوا حسينا. فرفرت روحا وفك بوجه أبوه عوانتا، ذاب قلب حسين من شافا إلى لح رقبتا، وانحنى يشم وغسل دما بدمعتا، رجع ودموع يهلها وجت سكنت ناشدة. صيح بويا سكت خي وجيت نفاضل الماء، بالعجل برد غليل من الظما ذايب حشا. مصيبته خان بدهر يشبد على الذي رويض ما جذب حسرة وحط أخوها بين يديها ومددة، قالت: الصاير بخي تمددة فوق الثرى. قال: أنا لا تنشديني وشوفي بحال الشجرة. صدت لأنهم فارق والأوداء جمهبرة، صرخة نادت: يا خويا اشهد ذنب منك سدى، إذ غيرون حلتني ونتك والقلب ذا وسف يمدلل يظل محفور خدك بالترا. للرضيع بعجل قومي وفرشي لا يا ربا،
تايب من الشمس خده وسار جيبا والسدى وطلعت أمه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك آية عبد الله ردك التالي زماني لا ظل حرمة وضع شان لي يصير سلوارت روحي لك فدا رب مرضعتين منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين بالترب يا الله تقبل عزاءنا أصلح أحوالنا يسر أمورنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السعيد المتوفى جاف الأرض عن جنبيه أصعد بروحه إليك لقه رحمة منك تغنه عمن سواك. اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم احشره مع محمد وآل محمد، اللهم ارحمنا إذا توفيتنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تستمر القراءة ليلة غد في الساعة في تمام الساعة الثامنة. وإلى روح المتوفى وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات خصوصا من